جورين أقسم جازما بأنني سأقوم بتنفيذ مهام منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بكل أمانة، وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية. والله على ما أقول شهيد. تهانية لك سيدي الرئيس. إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدى اليمين بسوريا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 46 إلى جانب جيل بايدن زوجة الرئيس وأشلي بايدن ابنة الرئيس. إذن هذه مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن. إذن الاحتفاء بعد أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية